خلصنا أول مهمة إلنا بنجاح سيد النقيب. مزبوط يا ملازم، نحن نجحنا. هالمهمة كانت صعبة شوي، بس بدي أفهم ليش هو مريح وهادي كل هالقد. لأنه عملنا إجراء احتياط مشان ما نخليه نقف وراسنا طول الطريق. كوران، بظن أنه هذا الإجراء بيكفي. برافو عليك. أوغوز، خلصت أول مهمة إلكن. قولوا لكم ما كنا نجحنا. شكراً. شكراً لك سيد النقيب. على شو يا إيرجان؟ ما كنت رح أتردد للحظة لو أنهم كانوا مخبريني أنه رح ينقلوني على هي القبيلة. رح أنتقل لهون أكيد بدون تردد. حبيت هالمكان كتير والله. هذا وطننا سيد النقيب لكان، والكل بيحب وطنهم. هي أرض أجدادنا. إيه لما بزور الضيعة بالعطل والبق بيقرصني وما في تدفئة مركزية وبيجوز البرد ينخر عظامي، تخيلوا. إيه بس بيضل الوطن أحلى شي بالدنيا، مو هيك؟ سكوت. بزمانه كمشوا بلبل وحطوه بقفص ذهبي، بس شو صار؟ هذا البلبل ما غرد إلا على غصن الشجرة. لك خراس بقى طيب أحسن من القصة. طيب اسمع هالقصة لقلك، في عندي واحد قرايبي عايش بألمانيا، إيه على طول بتمنى يجي لهون على البلد. نادور. بسم الله عليك. نادور. العمى إذا صحي. شو في سيدي؟ شرفه، بينت البنت. أي بنت؟ لك أوكان مو قال شاف بنت؟ شت اسكت. بدي أفهم شو بدك مننا، شو اللي عم تحاولي تعمليه؟ أوكان براهنك إنها طبست بالنقيب وعم تلحقه. لك اسكت شوي مشان الله، ست حلقك بقى. عن جد مسكينة عم تسوح بهالجبال مشان تلحق حبيبة وتوصل. شو عم تحكي أنت وياه؟ ولا شي سيدي، أكلنا هوا. رجعوا. وقوف، قف. مجموعة أوغوز أكملت تنفيذ المهمة بدون خسائر سيدي. 2 ضباط و4 عناصر منظمات لا حكومية وعنصرين قوات خاصة تحت أمرك سيدي. شكراً لألك. شكراً. مجموعة أوغوز نورتوا الوطن. شكراً. ارتاحوا هلأ. نحن نفذنا مهمة صعبة كتير بنجاح رائع، وهي المهمة رغم كل شيء مرحلة مهمة بتاريخ العالم التركي مثل ما بتعرفوا، وهي الخطوة الكبيرة انعملت من خلال شغلكم الصعب فيها وشجاعتكم وتعبكم كلكم. أنا فخورة فيكم. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية. شكراً. يلا لشوف المطبخ والبوفيه مفتوحين يا شار.
أكيد أنت مبسوط. إيه والله جاي عبالي كاسة شاي مدام. عفواً سيدي. يلا تفضلوا. مجنون أنت. شو بيعرفني هيك طلعت معي؟ سيدي العميد أنا بس كنت رح تسألني عن جدك صح؟ هو بخير، ارتاح ولا تاكل هم بنوب. طيب شو اللي صار معه؟ واحد إرهابي لقبه نيكولا لاحقه كم يوم وبعدين فات على البيت بحجة إنه ضابط وهددوا بالسلاح، بس حسن بيك بخير هلأ ونحن كنا جاهزين له. نيكولا؟ أها فهمت. ومن أي جماعة هو؟ بصراحة نحن عنا أعداء كتير مثل ما بتعرف كرانليك، وهلأ هو رح ياخدنا للمطرح يلي إجا منه لا تاكل هم. سيدي العميد بدي استجوبه لهالحيوان. لا أنت ارتاح هلأ، أنا رح استجوبه بشكل شخصي. هالأسمر اللون هالأسمراني تعبان يا قلب خيو هواك رماني يا أبو عيون وساع حطي جدي قلبي وجاع. ابني أخيرا رجعت؟ ايه من شوي وصلت جدي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا جدي. ليش سهران ومتأخر لهلأ؟ صارت الساعة 2 وش الضو؟ والله لما سمعت أنك راجع قلت بتكون ميت من الجوع، بس للصراحة وأنا كمان جوعان فقلت يا ولد ساوي عشا مرتب إلك ولحفيدك على أساس فايق من شاني. ليك عم أعمل بيض مقلي مع الفليفلي. ها هلا مزبوط أنت شاطر بهي الأكلة، بس كأنه عم تحترق شوي، ما هيك جدي؟ والله هي المقلاية مو منيحة، كان عنا مقلاية نحاس من قبل بس خربوها والله، والله ما ضل شيء أصلي. يلا تعال، وجهزت الشاي كمان، هلأ بعد ما نخلص عشا نشرب لنا كاستين شاي لأن دوبك تلحق تنام وتفيق. لا جدي أنا مريح ما رح أطلع قبل الظهر. إيه منيح، يلا يلا تعال قبل ما يبرد. يلا جدي وضعك منيح؟ أنا سمعت باللي صار معك وأنا هنيك وحكيت مع العميد تومرس، بس بدي أطمن. رح أعملها خفيفة تعدل راسك. أي والله يا ابني يسلموا. صحة وهنا. جدي انت لهلأ ما جاوبتني، عشو بدي جاوبك يا ابني؟ بس قلي انت منيح؟ ايه منيح ابني، انا منيح. تعرف شو؟ من لما انت كنت صغير وأنا بشوف بعيونك كل شيء، بعرف بشو عم تفكر وبعرف ليش مزعوج وشو بتحب وشو ما بتحب. أنت هلأ مفكر إنك دفنت أخوك تونجاي يا ابني. اسمعني جدي. ابني اسمع ولا تقاطعني. مضت 3 أيام من لما دفننا أخوك تونجاي وأمك وهجموا عبيتنا وقوصوا علينا، ولا أنت مفكر بعد كل شي صار بهي العيلة ليش جدك الختيار لسه عم يغني ويطبخ بالليل مثل المجنون؟ لا جدي أنا أصدقك بس بتعرف شغلي، أنا
لو ما بعمل هيك انت ما راح تقدر تحارب بالجبال مظبوط؟ انت مو لازم تحمل اي شيء براسك بالمرة غير واجبك. مو لازم يكون عكتافك اي حمل، ما لازم يوقفك شيء بالمرة يا ابني، ومو لازم شيء يوقف بوشك. اسمعني منيح، هلأ شرب الشاي وروح عقودتك ونام ولا تفكر بأي شيء بالمرة، ماشي؟ صفي ذهنك ولا تفكر بشي تاني غير واجبك. لازم تفكر بس بالناس اللي بيشتاقوا لك، بالأيتام والناس اللي ما بيقيلن حدا غيرك. فكر بالناس اللي بيحتاجوا مساعدتك ابني باتور. أنا مو ناقصني شي بحياتك. لا تستسلم، اصحاك تستسلم باتور، اصحاك. بس هيك تصبح على خير ابني. نقيب باتور. كيف بدي نام؟ ومن آخر لحظة شفتك فيها بحضني وعيني ما عاد شافت النوم. كرانلي، أنت مو بإجازة للظهر؟ ما عم أحسن ارتاح بالأيام سيدي العميد. يعني بلشتي تحقيق معه؟ هلأ رايحة لهنيك، وبتمنى أنه سيادة الجنرال ما يكون معصب. يلا استعجل. تفضل. أسفي على التأخير سيدي الجنرال. سيادة العميد، شو صار؟ لقطوا شي ولا لسه؟ حالياً كل شي ماشي حسب الخطة سيدي. منيح. كرانلك سيدي الجنرال. ابني نحن بعتناك بمهمة منشان تساعد البدو مو أكثر، بس لقط قرش كبير بنص الصحراء وجبته معك لهون. برافو عليك، أنت بطل. أقل من الواجب سيدي. إيه تومريس، هالقرش بدي تكسروا لي راسه. نحن رح نحاول سيدي، بس يمكن لازم نحاول أكثر من مرة. هذا اللي عم يخطر ببالي سيادة العميد، خصم عنيد أكثر ما منتوقع. اطلعوا لي عليه الواطي بكل الأحوال. بالتوفيق يا عميد. شكراً لألك سيدي. كران لك. أوامرك سيدي. شو عملتوا لما رحتوا لهنيك؟ قال لي كل شيء صار بالتفصيل الممل، بدي أعرف كل شيء عملتوا. مفهوم سيدي الجنرال. شرف. تشرب شاي؟ في حاجتك بقى. نحن مو جزء من هذا الفريق. شو قصده هذا اليوم؟ ليش هيك عم بنقص؟ عيب عليك، احترم حالك. وبينطمس كمان. خلص عم نمسح. استاهل!
مجموعة أوغوز جاهزة ومع ضابط وعنصرين من المنظمات وعنصرين قوات خاصة. شكراً يا ملازم. سيدي استريحوا. فرقة أوغوز، نحن رجعنا من مهمتنا مبارح، لهيك رح نعمل تدريب خفيف اليوم. 30 دورة حوالين ميدان التدريب وبعدين تمارين التسلق. شو رأيك يا ملازم إيرجان؟ مثل ما بدك سيد النقيب. ممتاز. فرقة أوغوز باتجاه التدريب، نفذ. أوكان. نعم سيدي النقيب. صاير معك شيء؟ لا لا كتير منيح سيدي. عسكري. حاضر سيدي النقيب. شو عم يصير معك؟ جاوب. مهلبية سيدي النقيب. مهلبية شو يا بني آدم؟ أسف سيدي النقيب. خمس ثواني بس معك لتلحق رفقاتك ولا رح تعمل 60 وحدة ضغط. حاضر سيدي. ارقد. قال مهلبية قال ارقد. تفضل سيد العميد. تفضل يا نقيب. انت منيحة سيدي؟ منيحة باتور. ايه منيحة. كنت عم دور على خريطة العالم. هي تقريبا نص العالم. تخيل، من أراضي أويغور لمقدونيا، من سيبيريا لكركوك، ومن كريميا لجنوب أذربيجان. وعنا أولاد كتار لازم نحميهم كمان، مو هيك؟ لازم نبلش من شي مكان، مو هيك؟ وليكنا بلشنا. صح، نحنا بلشنا. سيدي بخصوص استجواب لي. ايه؟ بقدر كمل التحقيق أنا بعد إذنك؟ لا، هذا الوسخ لساته عم يلعب معنا، بس رح ينهار. انتبه لمجموعة الدعم تبعك وخليهم يستعدوا للمهمة الجاية عن قريب. مفهوم سيدي العميد. تسمحي لي انصرف هلا سيدي؟ انصرف نقيب باتور وارتاح منيح. شكرا سيدي العميد. في عنا لسه أولاد كتار لازم نحميهم، مو هيك؟ أنا ما قدرت أحمي أخي الوحيد. ما قدرت أحمي أخي الوحيد. سيدي يا جيت. تحت أمرك. الكل موجود؟ الكل موجودين هون ما عدا تيمور وكوران سيدي النقيب. ليش؟ ما تبلغوا باجتماعنا؟ بيعرفوا، من شوي حكيت معهم ورح يوصلوا لهون بسرعة. لكن خلي الكل يستعدوا، استنوني ما بتأخر. تحت أمرك سيدي النقيب. يعطيك العافية. مجموعة أوغوز جاهزة سيدي الجنرال. ايه اللي نقيب كار عنلك. طمني كيفك هلا. تمام شكرا. منيح. عذرني شوي سيدي نقيب باتور، خلينا نحكي سوا. احترامي.
مجموعة دعم تانية رح تاخد المهمة بدالكم. ليش سيدي العميد؟ خلينا نقول إنه الوضع اختلف هلأ. الجنرال وافق والفريق التاني جاهز وأنتوا رح تبقوا هون. سيدي العميد؟ مجموعتك تعبانة هلأ كرنليك، معلش هيك أحسن. أنتوا بإجازة ليوم التنين يا نقيب. سيدي لو سمحت أنا لازم أرجع لغرفة العمليات يا نقيب. بتحب عيد الأوامر ولا فهمتون؟ قلتي لي ما بقدر استجبه لهذا الإرهابي اللي جبته، وفي نداء عاجل لفريق الاستجابة السريعة التركي وفهمتها، بس قررتي إنك تخلي فريقي هون بدل ما يروح. ممكن أعرف شو عم يصير؟ نقيب باتور، أنتوا بعطلة هلأ ليوم التنين، وارتاحوا منيح.